باش نوجدو هذا الطبق طبعا كل واحد فاش يديرو، كاين اللي يديروه بالدجاج، هو اغلبيه يديروه بالدجاج، كاين اللي يديروه باللحم، لكن انا نفضله بالدجاج وراح نديرو مرق ابيض. كاين حتى اللي يحضروه بالمرق الاحمر، لكن كي ديروه بمرق ابيض يجي خفيف وبنين. لهذا حبيت نتقاسم معكم هذا الفيديو، ونتمنى انها تنال اعجاب ديالكم. باش نوجدو هذا الطبق كما راكم تلاحظوا، يلزمنا دجاجة كاملة او اطراف من الدجاج اللي عندك، شوية كفتة، شوية حمص، حبة بصل كبيرة مرحية، طبعا لي زيبيس حندير غير ملح وفلفل وزيت. طبعا كما تلاحظوا انه في المرق الابيض يستحسن لو كان عندك فلفل ابيض، لكن ما عندكش معليش ديري فلفل اسود. كما قلت لكم في لي زيبيس راح نستعمل غير فلفل اسود وملح، يعني ما نحط والو. حمص الحمص هذه شمختها ليله كامله وماهيش طايبه، يعني شمختها فقط ليله كامله مع شويه ما دافي وشويه خميره الحلوه. نحط الزيت ونحط كل شيء في بعضه، يعني نحط الزيت حوالي 5 مغارف زيت، نحط الدجاجة ديالي ونحط معها البصل والحمص. كما راكم تشوفوا البصلة هنايا ما يهمش اذا كانت خشينة، لانه بعد راح نصفيها وبالتالي ما يهمش اذا رحيتيها رقيقة وخشينة. نحط الفلفل الاسود، يستحسن لو كان فلفل ابيض، بمعليش اذا ما كانش نحط شويه فلفل اسود. طبعا الملح هنا ما نكثرش، لانه انا كنت غسلت الدجاج ديالي بالليمون والملح وخليته تشرب فيها لمده ليله كامله حتى الصباح عاود غسلته، بالتالي ما نكثرش الملح لانه الدجاج راح يطلق هذيك الملوحه اللي يشرب. واخيرا نضيف الحمص ونحطوه يتقل ونزيد شويه ماء، ضروري نحط الماء باش اللحم او الدجاج او لي زيبيس ما يتحرقوش والدجاج تاني او اللحم تاعي ما يرجعش. لهذا نحط شويه من الماء ونخليه يتقلى على نار هاديه حوالي نص كاس او اقل، ونحط القدر تاعي على النار متوسطة يتقلى، وكي يتقلى ان شاء الله نرجع لكم. هنايا راني حطيت القدر ديالي تقلى، من بعد كما راكم تشوفوا بعد ما قليت الدجاج تاعي راني ملقته، سمحوا لي انا كنت حاطه روحي باش نصور ولكن ما كانش يمشي معايا شويه. انايا بعد ما تقلى الدجاج ديالي راني ملقته بالماء غليان وخليت الدجاج تاعي وزدت شويه من بعد تحت الملوحه وغطيته وخليت الدجاج تاعي يطيب. نحط القدر تاعي يغلي ونرجع لكم نشوفوا الشطه كيما هذا نديروه. انا نجيب الشطه تاعي هنايا واش ندير لها، نضيف لها شويه حطيت جبت مشتو هذاك القدر حطيت فيه شويه. بغيت نقول لكم ملاحظه ان الشطه ديالي ماهيش يابسه باش نفور عليها، يعني راهي طايه. نمشي نحطو الشطه، نجيب الشطه ونجيب شويه زيت ونحط لها الزيت ونفتتها كيما راهي. عندي وحده هنايا هذا الشطه هنايا ماهيش يابسه، ماهيش يابسه طريه. لهذا نوريكم كيفاش كتصحى، حتكون حنات باش تخدموها كتعود ماشي يابسه. كي شريتها حطيت لها كما راكم تشوفوا، كان حليتها بشويه زيت ماهيش ميبسطها، فقط انها مفوره وحط مزال لاباط طريه، وبالتالي الطريقه تاعي ان شاء الله باش نخدمها ما تجيش معجنه باش نخدمو الرشته تاعها كتبغي يعني عجينة ماشي يعني قصعة وشوية. أنا لا بيتي نخدمو الرشتة نحطوها تيبس وبعد نشربها. في بعض الأحيان نديروها مباشرة. لهذا بغيت نشارككم هذا ما شاء الله، وبغيتي ديري رشتة وجديها بالخف كما اليوم وبغيتي بعد ديريها في العشاء، هاهيك الطريقة كيفاش تبسطيها. نحاول نشوفو الزيت عادي كما اليابسه نحط لها الزيت باش ما تتعجليش ونحطها في الفرن.
انا نفور الرشته ديالي ونرجع لكم ونحطوا الرشته تاعنا تفور عادي كي تفور نرجع لكم نشوفوا كيفاش نكملوا الخطوه الثانيه. هنا بعد ما فارت الرشته ديالي فرغتها في الجفنه، وهنا جانبي جبت صحن حطيت فيه مرق كما راكم تشوفوا بعد ما صفيته. طبعا المرق نصفيه من هذاك البصل هذه. انا من ما نعاودش الرشته ديالي بال بال بالماء بالماء لانها كما قلت لكم ماهيش يابسه، كون جات يابسه نعاودها بالماء. انا واش درت، جبت شويه مرق زدت حاولت حطيته فلفل اسود وملح، وهنا كما راكم تشوفوا حطيت شويه زبده في هذاك المرق ذوبتها، ودوك نمشي نسقي هذيك الرشته ديالي بهذا المرق. هي كتعود يابسه في الاول تحط لها الزيت تفورها تعاودها بشويه ماء وتحطها تفور تعاودها بالمرق. انا شتها باللي ما تحتاجش اني نحط لها ماء، درتها مباشره بالمرق في نفس الوقت بما تاخذ بما تعجبليش يعني وتاخذ البنه. نبدا نسقي فيها غير بالعقل ونحركها ونخليها تنشف. ونحركو نحاول نفتحها ونحاول انه هذاك المرق كامل ندخلها في الرشته ديالي جيدا ونفتحو في نفس الوقت نفتحها ونخليها تتشرب ونكمل. نحط غير بالعقل يعني ماشي بالضروره نكمل الكميه هذه، يعني قادر نحتاج الا مغرف واحده نص مغرف اتابع لاباط تاع الرشته ديالك تاني نوع السميد اللي راهي مخدومه به. ما هنايا عينك هي ميزانك. انا نفتحها كيما هكا انا بكتفي بهذا ونخليها تتشرب مليح، ومن بعد نعاودو نحطوها تفور كي تشيح هذيك الرشته نعاودو نحطوها تفور. قلتلكم هنا ترجع الى عينكم ميزانكم نتوما واش شتوها مناسبه تزيدو. اذا لقيتيها شربت ليه ليه وتحتاج المرق تزيدي لها، اذا لقيتيها ما تحتاج اكتفي بقدر هذا، ولكن فقط كل مره حطي بالعقل وشوفي حتى هذيك الرشته ما تتعجنكش وتبقى شاده في روحها. بهذه الطريقة أختي ونبقى نخليوها تتشرب على جانب. في نفس الوقت الجاج تاعي راهو طيب، كي طيب إن شاء الله نصفي المرق طبعا نوجد الكفتة ديالي ونحطها طيب بالأخير. هنايا شاحت الكفته رشته عفوا شاحت الرشته ديالي بعد ما شربت هذاك المرق اللي حطيته لها. واش ندير، نعاود نحطها تفور مره ثانيه. انا هنايا الرشته ديالي خدات لي الا زوج فورات لانها طريه محتاجتش نفورها اكثر، درت لها غير زوج فورات. نجمعو مليح نحطوها تصفر. كما تعرفوا انه بلدنا الجزائر غني بالاطباق التقليديه، وكل بيت عنده طريقته في تحضيرها، كل بيت عندها كل ست بيت عندها طريقتها الخاصه بها يعني بصمتها في انها توجد الطبق ديالها. الفكره انه نعطي الفكره العامه يعني ماشي فكره كفكره عامه، يعني كل وحده لمستها كل وحده وطريقتها وكل وحده كيفاش تتفنن باش بهذاك الطبق العائلة ديالها. هذه هي طريقتي انا في تقديم في تحضير طبق الرشتة اللي هو طبق جد معروف وتقليدي في منطقة الجزائر. هنا يا راهي فارت الرشتة ديالي، واش ندير، نجيب شوية زبدة
منش منعاودهاش هنا بالماء او بالمرق، لاني رشته تاعي خلاص ربعها راهي وجدت. فقط راح نحط لها شويه زبده باش تتفتح وما تعجبنيش. نحاول ندخل هذيك الزبده في الرشته بدون ما تتكسر لي او تتعجل لي، غير بالعقل. كما راكم تشوفوا راهي مازالها سخونه، بهذه الطريقه. ومن بعد كي تذوب هذيك الزبده طبعا ندخلوها في كامل، يعني كما راكم تشوفوا راني درت غير شويه، لانه من بعد راح نزيد نحط لها وهي كي ندير لها المرقه وتشرب ان شاء الله، نزيد لها شويه زبده ونخلطوا مليح. نغطوها ونخليوها كي ندخلو هذيك الذوب هذيك الزبده كاع فيها، نغطيوها ونخليوها بجانب. هنايا كنا خلصنا تحضير الرشته ديالي، يعني ما احتاجتش حاجه كبيره ومراحل كثيره. نستناو فقط الجاج المرق يوجد ونرجعو ليكم ونشوفو كيفاش نكملو هاد الرشته. يعني هنايا هاي دابت كامل الزبدة، تأكدوا بلي الزبدة ما بقاتش ودابت ورشتة تاعنا كامل تكاست بالزبدة. هنا نخليوها جانب نغطيوها ونرجعو نشوفو المرق تاعنا والدجاج ونوصل. هنايا الدجاج تاعنا بعد ما طاب نحيتو حطيتو جانبا. طبعا صفيت المرق ديالي حطيتو عاود رجعتو في القدر. هنا نجيب الكفته بعد ما حطيت لها شويه ملح وثوم وفلفل اسود فقط، يعني ما درتهاش الحشيش ودرتها كويرات. والمرق طبعا كي نحي الدجاج اذا شفنا انه المرق نحتاجو الماء نزيدو له. انا هنايا زدت الماء لانه لقيت المرقة تاعي نشفت لي، بالتالي عاودت مرقت نحيت الدجاج صفيتو حطيته في القدر وعاودت مرقت حتى نحصل على الكميه اللي انا محتاجتها. هنايا نسقط حبيبات او كريات الكفته ونخليهم يطيبوا، نحطهم غير بالعقل يعني حبه بحبه طيب عادي. طبعا ذوقي الملح، اذا كانت المرقه ديالك محتاجه ملح تضيفي لها، اذا كانت مليحه ما تضيفيش. هنا نحط الكفته ديالي ونخليهم يطيبوا. نغطيهم نخلي الكفتة تطيب. في وقت اللي طيب فيه الكفتة نرجعو نشوفو كيفاش نوجدو الرشتة ديالي. بعد ما طاب وجد المرق ديالي والكفته وكل شيء، واش ندير؟ راح نجمر الرشته ديالي. نجيب حاجه عريضه كما هنا استعملت مقلاة عريضه، حطيت الرشته ديالي فيها وحنبدا نسقيها بالمرق. نهز بالمعرف ونحط ونحرك كما راكم تشوفوا غير بالعقل، ونحرك ونبقى نحرك حتى تشرب لي هذيك الكميه اللي حطيت. ونشوف معها اذا احتاجت نضيف ونواصل بهذه الطريقه. نحط ونحرك ونخلي هذيك الرشته تشرب هذيك المرق كما راكم تشوفوا غير بالعقل، يعني نحطه بشويه ونشوفوا اذا احتاجت نضيف اذا ما احتاجتش. وبهذه الطريقة ما تعجليش الرشتة، في نفس الوقت نحاول انه ما نكسرهاش، يعني نحافظ على الشكل ديالها. وبهذه الطريقة نبقى نواصل نحط ونحرك نحط ونحرك ونستنى حتى الرشتة ديالي تشرب نهائيا هذاك المرق اللي حطيت لها. طبعا هذه الطريقه معروفه نديروا بها دائما الشخشوخه تليتلي، بنفس الطريقه اللي نديروا بها الشخشوخه وتليتلي ونجمعوا الحين نخدموا
رشتان كيما راكم تشوفوني نخليها غير باش بالعقل على نار قليله. كل ما تشرب لي نضيف، كل ما تشرب المرقه ديالي نضيف غير بالعقل ونشوف. نبقى نحرك غير بشويه ممكن تقد الكميه ممكن الرشته ديالك تاخذ لك كامل الكميه تاع المرق، وممكن تاخذ لك نصف الكميه ديال المرق. المرق حسب نوعيه الرشته يعني ونوع السميد اللي تخدم منها الرشته. كل ما كان نوعيه السميد جيده طبعا الرشته تاعك تيجي مليحه. انا الحمد لله هنا خدت لي كامل الكميه يعني ماشي ما بقاتليش بزاف، وجدتني خفيفة ومحلولة يعني ما جاتش معجنة. نبقى دايما كما قلت لكم نحط بشوية ونخليها حتى تتشرب غير بالعقل، ونحط تتشرب غير بالعقل. هاد الطريقة وصدقوني جربوها جات بنينة بزاف وخفيفة بهذه الطريقة. تقدري ديريها كما قلت لك بالمرق أخضر خضار عادي يعني، تعدي ضيفي لها طماطم وتخدمي عادي. شوفوا كما قلت لكم أنا هي تقريبا خدالي نفس تقريبا ديت لي كمية كاملة تاع المرق. هنايا واش ندير راني نحرك فيها ونخلي هذيك الرشطه تشرب لي هذاك المرق اللي حطيته ونخلط غير بالعقل. نحاول اني ما نكسرهاش بشويه، دائما النار تكون قليله. هنا مش راح نطفيت عليها، راح نحط لها الزبده ونغلق عليها ونخليها تشرب هذيك المرقه يعني ما نشفهاش على النار. هنا راح نحط مقصوصه زبده ونغلق عليها ونخليها وحدها في نفس الوقت هذيك الزبده تذوب. بما نبقاش نخلط تتعجن لي نحط الزبده هذه في النص نغطيها كيما هكا حتى تذوب ونغطيها ونخليها تشرب المرقه هذيك اللي بقات. كي تشرب هذيك المرقه نعاود نخلطها نفس الوقت الزبده هذيك تكون ذابت، تسهل لي اني كي نخلط ما تكسرليش الرشته ديالي. هذه هي الكيف الرشته ديالي بعد ما وجدت وحمرت الدجاج وطيبت البيض غليته. طبعا زينت به من فوق بالحمص والكفته والبيض مع الدجاج محمر. الدجاج كيما ما فين تعرفوا طريقتي انا كيفاش نحمره، ندير شويه زيت نحط فيه شويه خل وشويه خميره الحمرة حتى تحصلوا على هذا اللون، ونقليه ما ياخذش وقت طويل. حتى ولو انه الدجاج تاعكم طايب بزاف تقدروا تقليوه وتحصلوا على هذا اللون الجميل في نفس الوقت ما يجيش يابس. هذه هي عشية اللي درته وقسمته معكم ليلة المولد. نقول لكم كل عام وانتم بألف خير. بهذه الطريقة أنا وجدت هذا الطبق كما راكم تشوفوا كيفاش يجي مفتوح وخفيف ماشي معجن. نتمنى أنكم تجربوه وما تنساوش تدعموا الفيديو إلى باللايكات، وكذلك اللي دخل أول مرة شاف قناتي يشارك فيها ويفعل الجرس بيوصلوا كل جديد. وإلى اللقاء مرة قبيلة في فيديو آخر إن شاء الله.